النهارده يا جماعه نلعب لعبه اولد سكول مدرسه المشاغبين. متحمس جدا هنعمله النهارده، فتاكدوا بقى يا جماعه تعملوا بقى لايك وخلينا نبتدي يومنا الجديد في رمضان في مدرستنا الجديده. انا شور. طبعا يا جماعه عندنا شخصيات مختلفه موجوده هنا. ايه ده؟ والله في ناس هنا مش طبيعيين يا جماعه. الله 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 الله، شكلهم ما شاء الله طلبه عايزين ياخدوا بحقهم. خلينا نشوف طيب ايه الشخصيه اللي ممكن تمشي معانا. احنا عايزين شخصيه مجنونه يا جماعه، فهنختار الكابتن ده. تمام، ايوه، اول ما نزلت على طول انا جنب المستر. طبعا بيصبح على العيال وكل واحد يشوف طالبنا الجديد. ابو لذريز، اهلا يا مستر. عامل ايه يا مستر؟ اعرفكم بنفسي، اسمي ايسي، عندي قناه خلاص داخله على 7 مليون، فشدوا حيلكم يا جماعه، اعملوا بقى اشتراك الضرب الاحمر تحت، دوسوا عليه يا جدعان، يلا ما بقدرش كتير على 7 مليون. بس بيشتم ازاي؟ عمال يضحك يا جدعان وبيستهبل. طب والله لا اجيب انا اظبطك، وانت لا خش انا اشترك على التستعبط شرا. والله شكله ده يا جدعان كبر دماغ. تعالى انا سيبنا مستر، سيبنا مستر، هنزل اكلمها. معلش يا مستر، اوعى مستر بس بعد اذنك، بس انت مالكش دعوه بالموضوع ده. خلينا نشوف اللي مش مشترك ده، سيبهولي. ايه يا عم؟ راح فين ده اللي كان بيقول لي قلبه؟ كان في واحد بيضحك. يا مستر استنى يا مستر، مش بكلمك انا مستر. خلاص مش خلصت رغي انت؟ والله شكل المستر يا جماعه مطول في القعده، انا سامع صوت رجلي بس مش شايف نفسي. ايه ده؟ يا مستر خلاص يا مستر، ما تسمع الكلام يا مستر بقى. اوكي، مش كان بيرحب بينا من شويه؟ تقريبا قلب عليا بقى يا جماعه، عمال يرغي في حدويت. تمام، احنا المفروض نمشي من هنا. لا 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 يا مستر، انا مش همشي غير لما لما اكلم الولد ده. فين الولد؟ استنى يا مستر، راح فين الولد؟ فين الولد؟ خد طيب البتاع ده. معلش يا مستر، بس انا ايه حبش اتفاهم غير بالبتاع. فين فين كان عمال يضحك تقريبا يا جماعه الطالب ده؟ ولا انا بصراحه هو ده. انت اللي بتشتم انا؟ بتشتم ليه على في ايه؟ بتقلي قلبك ليه؟ تعال الله، تعال ما انتوا استنى يا عم يا جرس الفوز يا مستر. مع على طول اتطردنا يا جماعه. استنى يا مستر بس اتفاهم. تمام يا مستر، الورا طلع يجري صح؟ يا جبان، تعال تحط يا مان الكاميرا بتلف حوالين نفسك. تعال يا جماعه، في صوت غريب. ايه ده؟ انت دخل ايه اللي مدخلك في الموضوع؟ انت مالك بقى؟ انت جت ولا ايه ولا ايه؟ خليكي في اللي انت فيه لو سمحت. ماشي، احنا عندنا يا جماعه دلوقتي الورا بيقل قلبه. بسم الله اتعصب. بعد اذنك يا مستر، سيبني يا مستر، سيبني يا مستر، سيبني بس انا اتفاهم معاهم. مفيش حاجه هنا تاني؟ خليني اخد. ايوه والله في شويه حاجات هنا لذيذه يا جماعه، بس عايزين ناخد حاجتنا نظبطها. معلش يا مستر، معلش يا مستر، والله اللي عمال يا حبيبي انت بتغزني يعني؟ والله تعال تعال. يا مستر بيضربني يا مستر، الحقني يا مستر، الولد بيضربني يا مستر، انت سايبه يا مستر يا عم مستر. اوه يا جماعه يا لهوي، اجري اجري. انا اسف يا مستر، اسف يا مستر. اوكي لا 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 لا، ناصر ناصر ناصر، اجري 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 يا مستر. هم اللي بيضربوا فيا، ما عملتش حاجه. يا لهوي، سحبنا يا جماعه عند المدير، وشكلي جاب بابا. يعني ايه؟ ربنا يستر، شكلنا هنكرش النهارده من المدرسه طرد. طب هنتصرف ازاي؟ بص يا مديرين، هو انت شفت الورق بيقل قلبه، يعني بقول له روح اشترك، قال لي لا، هو قعد يقل قلبه وقال كلام مش حلو يعني كده، يرضيك كده يا بابا؟ شوف الولد وقام ضربني وكان ماسك الجيتار يا مدير، يعني مشاها لنا بقى المره دي يعني، كل سنه طيب. خلاص يعني انت شفت الموضوع حصل ازاي؟ هو يا جماعه تقريبا هنجينا فرصه. طب كويس، انا هحترم بص قوانين المدرسه، همشي عليها حلو؟ اهو هسمع الكلام وهكون مؤدب، بس يا مستر ادينا فرصه كمان، لان العيال في المدرسه منهم كتير بيستهبلوا على فكره، والمفروض ياخدوا برضو حقهم يعني يا جماعه في العقاب. صح يا بابا ولا انت ايه رايك؟ هو شكله بابا مش طايقني اساسا يا جماعه. والله هلس اتبهدل. شوف ايه ده؟ مين ده؟ ويا جماعه حصه الاسماء دي اللغات، حلو، هنتعلم النهارده هندي. حلو، ابكسي هي اتكلم هندي يا جدعان لازم بقى. نروح فين الفصل؟ هو فين الفصل اصلا؟ مستر فين الفصل؟ ما ادور عليه والله. ما تمشي معايا يا كاميرا، انت مأجزة ولا ايه؟ عندنا هنا حصة الانجليزي. طب فين حصة اللغات؟ هو بيقول لي في حصة الجيم. تعبان انا بروح اهو. حلو حلو حلو، خش اللغات زي ما اتطلب مني.
انا ملتزم. ايه يا ابني بتلف انت يا عم انت بتخرصني ليه؟ انا عندي الحصه والله يا مستر. والله الله الله بتمرن هنا كمان يا ابني؟ هنا مش صاله جيم باركن على جنب يا جدع. خد يا عم خد شنطتك خد عصايتك ايوه هات الشنطه يلا كله يطلع بيتك بيتك يلا هناخد دي ايوه انا بس تقريبا في حريقه يا جماعه لازم نطفيها. اهدوا يا رجاله اهدوا يا رجاله واحده واحده اهدى يا كابتن واحده واحده الموضوع مش مستاهل. حلو خلصنا مية مية وقت الاكل. ايه ده سوينا احنا هنفطر ولا ايه؟ لا يا جماعه ما ينفعش كده انا صايم على فكره. انزل انزل يا جدع اوعى بس يا عم خلينا بس نروح. ايه ده كمل النهارده حلقه الايه ده يا جماعه؟ الكافيتيريا يب نروح الكافيتيريا. هو انا بمشي عشان ما اترفدش بس يا جماعه انا مش حوار. ايه ده كله عمال ايه ده؟ ايه خلاص انتوا بتهزروا يا جماعه انتوا صايمين ولا ايه؟ لا بقول لكم ايه انا صايم بقى. وبصوا يعني مفيش حد يجي يستقبل هنا معلش يعني سيب الحاجه هنا. في انت مالك انت كمان؟ اه بتاخد الكره بتاعتك وانا اخد الكره بتاعتي ولا اقول لك اخد الشنطه بعد اذنك يا مستر؟ انا اخد بس الشنطه بتاعتي بس كده شكرا انا همشي من هنا. كله اتغذى يا مستر اتغذى مستر مستر العب يا مستر. خلصته خليني بقى اطلع من هنا نروح المكتب مخلصه يا جماعه خليني اقعد طيب شويه هنا. والله ما عارف اعمل ايه. عايزين نحط خطه يا جماعه في المدرسه بتاعتنا ولا انت ايه رايك كمان؟ انت برضه صايمه معايا ولا ايه؟ مش فاهم ولا اعرف الارض دي بتعمل ايه مش فاهمها انا يا جماعه. والله في طلاب هنا يجنوا معانا في المدرسه. ايه يا عم عندك واحد شاي يا مستر؟ ده خلاص يا مستر بقى خف علينا شويه. رأي اللي فيه برضو ايه شوية طلاب صايمين يعني. ها اما انا عايز اروح ايه؟ عايز اروح الجيم اروح اتمرن شوية يا جماعة. ايه رأيكم؟ وردات انا على الصالة تقريبا الصالة. خلينا نشوف المدرسة الغريبة دي فيها ايه؟ انا ماسك الشنطة بصراحة لبخاني. اوعى يا جدع بقى اوووه سوري مستر كنت بقلد حركة جون سين جون ايسي. دخلت حصة العلوم. هو يا جماعة جبت سي زائد. ايه يا مستر في ايه؟ مش عايز تدخلني ليه يا عم؟ عشان مش وقت الحصه بشكله يا جماعه ده طالب مش مستر. بقول لك ايه ولا ما تستهبلش ولا طير نيرس المجنون يا مجنون كرشنا يا جماعه. انا اسف مش هعمل حاجه انا اسف ما بتفنشنيش والله يا جماعه شكله عايز يروقني. هنرجع مره تانية خلاص انا اسف اسف يا سعاده الباشا توبه. اوعلى ايوه اخد شنطه وينفع اشيلها؟ تعال تعال ده مين ده كمان؟ والله في شويه طلاب غريبه بس سهولك انا امشي كله بيلعب بتليفوناته. عندنا حصه الرياضيات دلوقتي يا جماعه لازم اروح عشان اتاخرت بقى. انت كمان اطلع من اليوم الازرق ده. حصه الرياضيات فين تقريبا الفصل اللي في وشنا؟ انا شفت اللي في الجنب ده صح؟ مش كده يا جماعه الكاميرا متاخره. ايوه هو ده مكتوب ماث هو ده ولا انا شايفه غلط؟ ربنا يستر يا لهوي. ايه يا ابني انت مولع في الحاجه ليه؟ ايه يا ابني؟ ايه اللي انت عامله في الفصل؟ جيب فين الطفايه؟ الحامس اوه يا جماعه دي المكنسه الطائره دي ولا ايه؟ شكله عمل اختراع غريب. اديني اديني يا معلم. حامس الفصل بيولع. انت بتعمل ايه يا مس؟ انت شكلك مش واخده بالك ولا ايه؟ يا بس البتاع بتولع. اوه سوري سوري يعني اي حد انا كنت بطفيها كنت بطفي الم... يا راي يا راي انت عندك فراغ غلط مش انت لا انا فاكرك غلط انت عيل رخم. تعالى سيبوني سيبوني بص طريق كده ايوه في التخبص ايوه تعالى بس عمال تعزف وراي وبتاع تراك بتوعي. لا 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 استهدى 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 والحقيقة مسمس بيضربني ولا الرخم ده اللي كان لسه عامل مشكلة معايا. يلا انا هروح هشتكي. اه هو ده اللي كان عامل لي رخامة. هو ده رجع تاني اخد الحاجة بتاعته يا رايق. اه يا جماعة انا الانترنت علقة. اعزف 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 ايوه ايوه هتهولي بقى ده كده واحد اتنين تعال تعال حلو الفصل خلص يا جماعه نطلع احسن عشان بص ترى ايه والله يا جبان اقف واجهني راح فين عزفك وحش اوه ما جاتش فيه. تعال تعال تعال
تعال تعال تزعل. خط واحدة تيتيتي يا جدعان. عندنا حصه جغرافيا. لا لا انا متاخر. يلا عايزين بقى نروح بسرعه. عايز اروح يا جماعه للعياده يا ابني، تعبان كتير ولد عامل لنا مشاكل بصراحه في المدرسه. انا نفسي اعرف الكاميرا اللي في اللعبه داخله في الحيطه راحه فين. معلش انا اسف يا مستر، خلينا بس نروح بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه التاريخ. ايوه ايه يا لهوي المس ما بتهزرش بالعصاية. اول سؤال مش عارفه يا جماعة. ايه ده انت هتكرشني ليه؟ اوه يا جدعان ده انا جايب بي ناقص. يعني الحمد لله مستوى بتحسن بس تقريبا لتحت ولا ايه؟ ومين انا جايب الدنابل دي هنا؟ يا جدعان اللي اوزانه هنا جايين بتمرنوا عاملينه هنا جيم. تمام احنا كده المفروض عرفنا اللي في الحصة. ان شاء الله ما نسقطش يا جماعة. نفسي اعدي بس المستوى وعلى بدل بي ناقص ده يبقى ايه ولا حاجة. انت مش مشكل مكنسه مشكل مكنسه بتعملي بيها ايه؟ خلينا ناخد بقى قديم طالما العمليه خربانه بقى. حلو انزل بعد اذنك بقى مس. اوه اسف 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 والله ما اقصد والله ما اقصد. شكلها يا جماعه تعاقبني. معلش يا مس حرمي بس دي كده. اوكي ارمي يا ابني البتاع مش عايزها. صوتك حلو يا مس. انا بعمل ايه والله ما فاهم يا مس. هل انت هتغني ولا ايه؟ سمعينا كده حاجة حلوة؟ ده انا قاعد بستمع اهو دلوقتي. ايه؟ شكلها عاملة تحدي يا جماعة. يا ظهري. معلش. لا 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 ما تدريش للمكتب بعد اذنك. خلاص الحصة خلاص الحمد لله. اوه امشي هش هش كده. بتخيل حاجاتي بس. والله ما قصدي بس. انا اسف. انا اوه على اوه على ما مش نصيب. اوه ودوني المستشفى خلاص. انا تعبت يا جماعه. العيال دي جنتني والله. انا مش مكمل. ايوه انا قلت كده من بدري. ودوني العياده. اقعد يا عم مش قادر اقوم. يعني تعبان. ريح اقعد ريح. ايوه نزود الهيرس بتاعنا. مين اللي عمل ايه؟ خلاص يا ابني سيبيني تعبان والله سيبيني. ظهري بصي مضروبه علقه بتاكلي قدامي. استني بس المدفع يضرب. طيب عايزين نزود الهيرس بتاعنا. يا رب تغزني يا جماعه ولا ايه؟ خلينا نشوف. طيب الوقت الساعه 12. ايوه يا عصفوره. يلا ايه ده في ايه؟ بصي انا كنت متبهدل. المفروض مامتي يا جماعه. اوكي شكرا ليك يا ماما. طب انت بتغزلني يا ماما. انا فطر على ابنك شويه. انا تعبان يا ماما العيال بهدلوني في المدرسه. انت صحيتيني تاني ليه؟ هتاخدني البيت؟ لا انا مش كنت عايز اروح البيت يا جماعه. كنت عايز يا لهوي انا اللي جابني هنا. ايه يا ماما عملت فيا ايه؟ وبيت بيت شكلي عامل كده ليه؟ انا عايز اخش انام. اوكي اوكي بقول لك ايه؟ انا مش قادر ارجع المستشفى. اوه يا جماعه والله يا ماما تفسحني من المستشفى للبيت. حلاوه انا رجعت متكسر وتقريبا غيرت لي اللبس بتاعه وخلتني حرامي. انا فلست يا جماعه. يا رجلي. اقعد انا تعبان عايز اريح شويه. ايوه خلينا ننزل بس. الولد لكم. امشي يا ابني من المستشفى دي والله هتتضرب يا ابني. امشي الله يسهل لك. احنا مش ناقصين واللي عمال يعزف ده رايق. ايوه ايوه اروح انا اطلع بقى اروح المدرسه باذنك يا باشا. بس يا جماعه والله انا تعبت. اروح اقول للمستر انا مش قادر والله. ايه يا ابني في ايه؟ طب بص لي على بالكرسي انا تمشي يا جدع. الله يسهل لك بقى انت مش انت اهو كله يخلع. على الكرسي وتعبان مش ناقص بقى اللي فيها بفرض والله. خلينا نشوف ده يوديني على فين. ليش يا مستر؟ هو الكرسي اللي بيمشي لوحده مش انا. والله يا جماعه تحس اتقلبت مصارعه. حلو نروح بقى نتكلم مع المدير نحكي له بقى ونشوف بقى اللي عملوا فيه ايه في الفصل. والمكتب قافل ولا ايه؟ مدير مستر شكله مش قاعد يا جماعه. تقريبا مش هينفع نخش بالكرسي. انا مش قادر امشي اصلا تعبان والله تعبان. بصوا ماشي ازاي. ولا ما تاخدني انا المستشفى تعبان والله ما قادر. مش قادر يا جماعه رجلي وجعاني. شكله ده بيستابر بيستغل الفرصه. بترقص عليه بترقص عليه يا جدع. اوعى اوعى اديله. انا مش ناقص. خلاص خلاص حرمت يا بيه. خلاص امشي 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 خلاص انا بسامحك بسامحك.
متحمسة. لا لا ايوه اللعب. انا بحبي يا جماعة مود الزحف. امشي بعيد عنه، انا دايخ مش قادر. ارجوك سيبني، الحقني الحقني بموت يا جدع، وديني المستشفى والله تعبان. هيرسي يا دكتور، يا دكتور انت بتعمل ايه يا دكتور؟ المهم خلينا يا جماعة نخش هنا. ايوه عشان انا ما اتعالجتش بشكل كامل فانا تعبان بصراحة. خش نام. ايوه عن اذنك يا دكتور، بس سيبني بقى اريح شوية هنا. حلو الهيرس بتاعنا بدأ يزيد. ده مين ده كمان؟ والله واحد بيشوف حاجات غريبة في المستشفى يا جماعة. تقريبا ده زعيم عصابة وهيشغلنا معايا ولا ايه؟ الله اعلم. يا دكتور حالة يا دكتور، تعمل ايه يا دكتور؟ انت بتشرب ايه يا دكتور؟ الحالة يا دكتور. اوكي الهيرس بتاعنا بقى ممتاز. انت مين يا عم؟ انت عايز تطردني بره ليه؟ انت مالك؟ انا قاعد في المستشفى، انا قاعد في بيتك. غريبة. اوه يا جماعة كان بيكلمني ان انا ما جيتش الحصة تقريبا بتاعت الرياضيات. يا عم كنت تعبان يا عم والله. مش شايف اللي حصل فيا يا مستر؟ يا عم كلنا متكسرين، انت مش شايف ولا ايه؟ اوه سوري يا دكتور. جت بالغلط. اطلع يا عم المدرسه ولا اطلع من مستشفى المجانين دي. ايه ده؟ لا يا جماعه انا بقيت شحات، وده تقريبا اللي قطني ولا ايه؟ حقني يا باشا، شغلني معاك في الكافيتيريا بتاعتك. ها موافق تكرسني يا جدع؟ يا جدع يا جدع بقول لك شغلني معاك، انت مفيش حد عاجبه حاجه هنا. خليني ادور في المنطقه دي. ايه ده ماما؟ تنسيني يا ماما ولا ايه؟ في عجله. حلو خلينا نروح بسرعه بسرعه بسرعه، اركب العجله وانطلق من مكان. في تليفون بيرن كمان. تليفون مين ده؟ الو الو مين؟ لا مش ده، هو كلهم معاهم تليفونات. كمل. سيبني يا ابني، يا ابني ابعد عني بقى يا جدع. اوعى يا عم ما تسيبنا في حالنا. اركب يا ابني، سيب العجله يا ابني، يا ابني سيب العجله، ارحمنا ارحمنا يا جدع. تقعد يلا بقى الدنيا بقى لكم انتوا تليفونا. ايه يا ماما؟ اوه ماما وبابا جم يا جماعه خلاص كده. والولد ابو الجيتار برضه. استنى يا بابا، استنى يا بابا بتعمل ايه؟ اجري يا عم والله دينا مجرين يا جماعه. والله التصوير طرطش مش طبيعي. خش خش من اذنك، اركب يلا انطلق. ايوه اي حد مش حد يقرب لي، خد ابعد. اوعى يا جدع، اوعى يا جدع سيبوني. هو الولد ابو الجيتار، تعال والله تعال والله تعال يا رخمة، روح حطنا على جنب والله. اوكي يلا خلينا نمشي هنا خالص. رمى عمليه خربانه، انا هسيبها لهم واهرب يا جماعه. خلينا بس نشوف ايه اللي مكتوب هنا. اوه ده هيودينا على المطار. طب حلو يلا شغل شغل شغل، سفرني سفر سفر يا عم. انا هسافر واسيبها لهم بس، خليها بقى ايه تخبط خبط لازق عندهم. ايه ده مين ده؟ انت مين يا عم؟ انت منتشر في كل مكان. انا هسافر والله، انا ما جاي اتكلم ولا ارغي معاكم، انا عايز امشي من المنطقه دي خالص. شكرا. خلينا نطلع، مش عارف ليه عايزين يتعاركوا معايا. يا ابني انت بعيد عني يا عم، بتضربني ليه؟ اوه يا جدعان اتلموا عليا، حرام عليكم يا ظلمه، ابعدوا بقى سيبوني. بيحصر يا جدعان، ده مسكني وحصرني ووداني تاني للمدير. والله شكل المدير المره دي هيرميني بره على اللوبي خالص. يعني انا بصراحه عامل لك مشاكل في المدرسه بس غصب عني يا مدير والله. مره مره ماما تسحبني، ومره بابا، ومره عمه يجي يسحبني. ده كمان تقريبا ده يا جماعه بتاع اللغات. حط رجل. طب اقول له ايه بالهندي بقى؟ فكروا معايا يا جماعه، محتاجين مترجمين في التعليقات، لازم نحل المشكله والمصيبه اللي انا فيها دلوقتي. طب هنتصرف معاه ازاي؟ لان انا محتار بصراحه، وموقفنا سيء وشكلنا هنطرد وهنتحول مجلس تاديب. قرار في ايديكم وايد المدير يا جماعه. خلاص قررت يا حبيبي؟ ما تفضلش بقى تتنى وتتعوج كده خلاص. انا بقى اللي هقرر هنا، معلش بقى احنا اتخربشنا كتير واتبهدلنا. لا حذفنا بره المدرسة. لا يا جماعة مستحيل، والله رمانا يا جماعة بره. كمل. ده ايه ده كمان؟ وده ايه ده؟ هيروح على فين؟ تقريبا انا اترميت بره المدرسة حرفيا يا جماعة. خلينا ننزل المترو، اركب المترو. انا ماشي وسايبها لكم، مع السلامة. خدني يا عم المترو. لا يا جماعة خلاص انا كده فكرت. ايه ده انت تاني؟ قلت لك هتجيلي. اهلا بيك. الهدية دي تلزمني يا حبيبي بعد اذنك، بس الهدية دي انت فاكر انت عملت لي ايه؟ فاكر لما كلمت المدير؟ انا مش ناسي. ها كل حاجة عملت ايه يا ماما؟ انت منتشرة ولا ايه؟ بعد اذنك بس بقولي، انا هتكلم معاه بس يا ماما، انا هتعامل معاه تمام.
ضربني بالقلم المفتري كده. طيب انا بتضرب بالقلم على اخر الزمن. ويا جماعة رجعنا من الورا كل حاجة، شكله واصل ده وهيتعبنا معاه. روح 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 روح، شوف كل ما قربه يبعد. مش عارف اروح له اصلا، ده مانعني انا اقدر اروح له يا جماعة. خلينا احسن نقعد في مكاننا. تعال تعال تعال. ماما مرض، بص ماما بتهديني. سيبيني يا ماما سيبيني. اه مسك ماما. ولا ماما تضرب ماما. تعال تعال تعال. اه يا طه تضرب ماما على اخر الزمن يا قليل الادب. والله والله اقول لك ايه، بس خلاص يا جماعه المستقبل راح، كل حاجه خربت. انا لازم امشي. يب كل حد يا جماعه كرشنا من مكان، فانا ماليش مكان غير مكان واحد بس، وهي الغابه. بيت وحيد في الغابه يا جماعه. للاسف ده مكاننا، ودي نهايه كل واحد ضيع مستقبله في المدرسة ويقعد يستقبل. اه مين دول كمان؟ هو هتقول لي في ايه ده؟ ايه ده انت هنا جيتي كمان؟ بسم الله ما شاء الله. ده شكلها غابة الفاشلين دي ولا ايه؟ ومين ده كمان؟ اهلا. انت هنا اصحى يا جدع، اصحى فوق، اصحى بقى، خلي عندك ضمير. هو شكله مش في. اوه سوري 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 يا جدع، سوري 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 ما اقصدش. اه ويا جدعان غابة بقى، كله عمال يلطش في بعضه. استنى يا جدع، اوعى يا جدع. لا 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 ده انا مش نسينا. اه يا رجلي حرام عليك. اجري اجري اجري، شكله مجنون يا جماعه. والله مجنون، الحقني يا عم الحقني. والله في واحد عمال يلطش فيا يا جدع. مش بكلمك مش بقى. لا لا مفيش حد هنا بيقوه يا جماعه. انا خلاص بقيت تايه خلاص، انا مش هكمل، انا همشي من هنا خالص. ده في تليفون، في تليفون. استنى استنى هنشوف مين اتصل. لا 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 انا مش ما اقصدش حاجه يا باشا. ايوه خش هنا خش هنا، انا مش هاخر براحتك. ويا جماعه لقيت في هديه. يا ترى يا هل ترى في الهديه دي؟ الواحد على الاقل لقى حاجه كويسه يا جماعه يقدر يبني بيها مستقبله اللي مش باين له ملامح. شكوى جديد مع اس تيوب جيمنج. يلا سلام.